Assalamu alaikum. We just have a quick announcement. A Mercedes Benz CA113180. CA113180 Silver C Class. I suppose you are blocking the way for someone to leave. Shukran. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وصلاة القيام أتابكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحان الله وتعالى عما يصفون أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم قل لعبادي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر,
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلق لها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون،
وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وإذا قيل إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم لا يدخل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاتقون
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ولله ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه،
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم خبير إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم الله لمن
لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الله الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا الله اللهم يا مجيب دعاء السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين اللهم بفضلك وجودك كرمك اجمعين وتب وزكي واعف عمن يقول آمين 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 وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين صلاة الوتر أثابكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح خلق الدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضاننا وسلم أمورنا اللهم إنك عفو كريم حليم من تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبي وسلم آمين يا الله بجودك آمين بامتنانك آمين يا خير المسؤولين يا الله اللهم أعتق رقابنا رقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ولجميع المسلمين من النار أجمعين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتراويحنا ولا تردوا علينا إنك سميع الدعاء اللهم بفضلك وجودك كرمك أجمعين وتب وزكي وافو من يقول آمين 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 وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان ها
هذه السنة لله تعالى إيماناً واحتساباً لوجه الله الكريم عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا من الراشدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، today we speak again about Allah Azza wa Jal, and today I want to share with you two of his names that occur that are very unique in the Quran. First place we find these names is on the tongue of Salih alayhi salam when he was inviting his people to Allah. Mentioned in Surah Hud, he says, "Inna Rabbi qareebun mujib." My master is near and the one who responds. So two names have been put together: the closeness of Allah, that he's near, and two, that he responds. And these are important to understand, because in life you can have people that are close to you. And sometimes, of course, we all have close relationships. We have parents, we have spouses, we have children, we have siblings, we have best friends, we have, you know, people that are just very close to us. We come into contact with them every day. And the closer people are to us, the more expectations we have of them, and the more expectations they have of us. And there's rights and responsibilities. But oftentimes, those that are closest to us fail to respond to our needs. We have something we need from them, or we need them to give us something, and they fail to give that to us. Or we ask them of things, and they're not able to provide those things to us. They can be qareeb, but they can't be mujib. They can be close, but they can't respond. Allah Azza wa Jal is above and beyond all of His creation. No one is closer to you and me than Allah Azza wa Jal. And no one, and the irony of it is, He's invisible to us. The only place you can sense His presence is in your heart. And if you can feel that presence, then you have to know one thing. Not only is He close, He also responds. So whatever you ask of Him, none of it, you know, sometimes somebody asks, I make dua, I ask Allah, I don't even know if He's hearing my prayers. Nobody can hear that closer than Allah Azza wa Jal. He can hear the sound of your heart when your tongue doesn't even move. Wallahu alimun bidhati sudur. Allah knows the nature of the chest, the things that you're feeling, the things that you want that you never even brought on your tongue. Allah Azza wa Jal knows those. That's how close He is. Aqrabu ilaykum min hablil warid. We're closer to you than your jugular vein. You know, we can't even feel our own body as closely as Allah Azza wa Jal is to us. And that closeness then is coupled with His name, I respond. The one who responds, the one who gives an answer. In the Arabic language, there are two words for one who gives an answer. You can say mujib and you can say mustajib. Mujib means someone who responds immediately. And mustajib means someone who tries to respond or takes their time in responding or wants to respond. So if, for example, you asked me a question and I said, I don't know the answer, let me get back to you. All this time, I'm not your mujib, I'm just mustajib. I'm trying to answer you. Allah's name is not mustajib. Allah's name is mujib. He responds immediately. Whether or not the response is the way you like it or not, but the response happened immediately. The response happened immediately. Explaining His own name, Qareeb and Mujib, the best explanation of that is in the Quran itself. It's the ayah that I recited to you, and it happens to be an ayah within the ayat of Ramadan. So this ayah belongs within the instruction Allah gave of how you and I can benefit from Ramadan. Everybody here knows Ramadan is the month of the Quran. And the Quran is Allah speaking to us. What we're standing and listening to in the prayer is Allah speaking to us. But a conversation with Allah, when someone is close to you, they don't just speak to you, you also speak to them. So when Allah Azza wa Jal introduced Ramadan, He talked about how He sent the Quran in it. But in the same passage, He says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. So He talks to His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and this is the most powerful ayah of the Quran on the subject of talking to Allah. Like if somebody wants to understand, how do I talk to Allah? This is the ayah. This is the ayah. The Sahaba would feel a closeness to Allah Azza wa Jal in the month of Ramadan, as we all do. And they want to know how to get even closer to Allah. They want to know more about Allah as they hear His word. So they come to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and they ask Him about Allah.
Tell us something more about Allah. Tell us something you can give us about Allah. So Allah says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي when you're my servants ask you about me. When my servants ask you about me, meaning they come to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to ask him about Allah Azza wa Jal. Notice, first of all, Allah Azza wa Jal describes this scene about people who want to know more about him. People who want to know more about him, and they turn to the teachings of their messenger sallallahu alayhi wa sallam to find out more about Allah. So everyone, any one of us that tries to learn something about Allah, Allah acknowledges them in this ayah because they asked about him. And every time you try to go to find the teachings of your Prophet sallallahu alayhi wa sallam or the teachings of the book that was given to him, Allah acknowledges you in this ayah when he says, they come to ask you about me. Now the expected language is, they come to ask you about me, tell them I am close. But Allah doesn't say that. He says, when they come to ask you about me, I am absolutely close. فَإِنِّي قَرِيبٌ. Meaning he is so close that he didn't even tell his Prophet sallallahu alayhi wasallam to tell us that. He told us that himself. Just understand this scene. The Sahabi came to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asking about Allah. Allah was going to tell the messenger, and the messenger would tell the Sahabi. Allah said, no, I'll tell him directly. Inni qareeb. I am near. That's how close Allah is. That's how close Allah Azza wa Jal is to us. But closeness, like I told you before, there can be lots of relationships where somebody is close, but that doesn't mean they respond to you. And Allah's closeness is felt when we hear Allah's word, it brings us closer to Him. But is He hearing our words? That's the question. All of us hear the same Quran, but when we have needs, when we have pain, when you have sadness inside you, when you have something troubling you, when you have something taking away your peace, what you have to ask Allah is completely different from the person next to you. Each one of us has a different set of problems. Each one of us has a different set of needs, a different level of sadnesses. And we all want Allah Azza wa Jal to hear our prayers. So Allah tells us in this ayah, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. I respond to the single dua, every single dua. Da'wah is different from dua. Dua is the word everybody knows. It's to call on Allah. Da'watun is called mastar marra, when somebody calls on Allah only once. The hint in this ayah is, maybe Allah is talking about someone who never prays, who never worships, who's forgotten about Allah, and something came in their heart and they decided once in 10 years to turn to Allah and make one dua to Allah. One dua to Allah. And you know, usually when someone goes away from you, like if you had a brother who said, oh, forget you, I don't like you, and he goes away from you, and he doesn't call you, doesn't care about you, doesn't follow up with you, and 5 years later he says, hey, I need something. You say, where were you all this time? All of a sudden, now you need something, you call me? You see? People forget about Allah. They forget about Allah. They follow what they want. They follow everything else except what Allah wants them to follow. When Allah gives them instruction, they put it on the side. They never listen to what Allah has to say. They don't listen to Allah's words. They don't listen to His Prophet's teachings, sallallahu alayhi wasallam. But then they get in trouble. Then they fall on their knees. Then they're outside of a hospital waiting for their loved one inside the ER. Or then they lose a job. Or then they get sick, you know? Or then they have family trouble. And then they can't find peace. And then all of a sudden they find Allah. And they turn back to Allah. And Allah could say, where were you all the other times? You know? Where were you? Why didn't you remember Allah when He was giving you all of a sudden a little bit of pinch, and now you come running to Allah? You know, Allah describes people that are traveling in a ship. Everything is going well, and all of a sudden there's a storm, and the ship starts going this way and that way. دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. They start making dua to Allah. They become more sincere in their religion than ever before. You know, some people go on a flight, and sometimes there's turbulence, right? And people are watching a movie, some people are listening to headphones going like that, and people playing video games, entertaining themselves, some people sipping drinks, some people sipping haram drinks, chilling, relaxing, you know, and all of a sudden the plane goes a little bit like that, oh, it's just pause, hold on. Hey, what Quran do I, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Whatever Quran you know, all of a sudden, and if the, you know those cups that fall, you know the Malakul Maut cups? You know, if one of those falls, then all of a sudden you become a hafiz of whatever Quran you knew, and it starts rolling out. دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. And then the plane is stable again. Sorry about that, we were going through some turbulence. We're going to put the Malakul Maut cup back inside. And then what happens? Oh, okay, all right. I go back to my movie now, where was I?
So Allah Azza wa Jalla can say, you only remember me when you have trouble. And when your life is going okay, you forget about me. You want to party, you want to live your life. But in this ayah, Allah says, even if the one who had pushed Allah aside, forgotten about Allah, dismissed Allah's teachings, dismissed Allah's remembrance, they come to Allah asking dua, not night after night after night. They came once, da'wah, da'wata. And then he says, what kind of person is making dua? Is it a muttaqi, someone who's conscious of Allah? Is it someone who has high faith in Allah? Is it someone who is a musalli, who prays all the time? You know, people come to sometimes they come to people, they say, make dua for me. You're a good person, you make dua for me. Make dua, because you know, I don't... But hopefully you seem to have a better connection. If you make dua, you have a, you know, I have, my connection is not even 3G. It doesn't go through. You seem to have high speed Wi-Fi. If you make dua, then you'll have better chance, you know? So because you yourself, or you just came from a club, or you just came after drinking some alcohol, or you just came from some haram thing or whatever, and you're like, I can't be making dua. Who am I to make dua? And Allah Azza wa Jalla says only one qualification for that dua to be responded to immediately. Allah's name is Mujib, the one who responds immediately. But who does he respond to? He says, Ad-da', the one who calls him. That's the only condition. He didn't say Ad-da'i al-mu'min, Ad-da'i al-muttaqi, Ad-da'i al-muhsin, Ad-da'i al-abid, the one who calls him who's a worshipper, the one who calls him who's obedient, the one who calls him who's conscious of Allah and remembers Allah and does nights and nights of ibadah. No. This is someone lost in the darkness and they just turned once to Allah and decided to sincerely, genuinely call on Allah, and Allah says, immediately I respond. Now think about that. Think about how you and I don't do that. You and I are not capable of doing that, even if people are close to us. If you had a, you know, some people don't get along with their father. They have an argument. And then later on you say, hey, you know, father sends you a message. Or you send, you know, or you send dad a message, hey dad, I need something. He looks at it, it shows red, but there's no response. For 2-3 hours, 4 hours, because it's not an immediate response. I'm still mad at you. I'm not going to respond to you right away. Or maybe no response at all. Or, oh, you need something? You see, even people close to us may not be ones that are willing to respond because we push them away. You see, we go away, Allah stays near. Think about that. We go, Allah is never ba'id. Allah is always qareeb. We try to run from Allah, and no matter where we run, Allah is al-qahir. Allah is always close, dumb. You can't run away from Allah. It's like it's as silly as running away from air. Where are you going to run? You and I, our lungs are breathing the rahmah of Allah wherever we go. We can't get away from Allah Azza wa Jal, you know? And so we think we've gotten away from Allah. And when we get away from Allah, you know what shaitan comes and tells you? Shaitan tells you Allah is away from you. Allah doesn't want to hear you. Look at you. What kind of person are you? Allah is going to listen to your dua? Please. I'm not the kind of person Allah would listen to. You know, those masjid people, those are Allah people. I'm not those type, you know? And so Allah Azza wa Jalla says, "Ujibu da'wata adda', the one who calls." Now, it is an important point of reflection here. That's so powerful. You know, when you know I teach, and sometimes I have 100 students. Each one of them wants to ask me something, or needs my help with something. Even if I give one of them 1 minute, then the next one 1 minute, then the next one 1 minute, then the next one 1 minute. What's going to happen? I have spent 100 minutes. I'm almost dead. And each one of them thinks I didn't give them any time. He only gave me 1 minute. He started talking to somebody else. He didn't even completely hear what I had to say. It took me 45 seconds to ask my question. Then he only had 15 seconds. And then he moved on to the next person. What kind of person is this? And I'm trying to answer everyone as best I can. I can't. I can't do it. And on top of all of that, the next day, the same student comes. Hey, Ustad, you remember my name? Muslim? How am I supposed to remember your name? I can't. People come to me sometimes, remember I ran into you at a speech you gave and I said salam to you and I was like, yeah, I remember something happened. You know, I can't. I don't remember your name. I don't remember the question. People expect that I would remember. I wouldn't remember. You know, sometimes there are CEOs of companies, they have 500 employees, yeah? Do they know everybody's name? They get 1,000 emails every day. Do they know every email and respond to every email and are able to answer? And somebody comes and says, 3 weeks ago I sent you an email. Did you get a chance to look at it? No, that's not, that's in the spam folder, buddy. That's in the, you know,
That email is in the qabr now. That's not coming back. That's not coming back. Think about that. The more important someone is, they can't talk to all their employees. Maybe he's talked to his VP. Maybe he'll talk to some executives. And he'll let them do the talking with everybody else. He doesn't know the security guard's name. He doesn't know the secretary's name. He doesn't know the janitor's. He doesn't know everybody's name. Allah Azza wa Jal describes not just somebody who calls. He says anyone who calls on him is not a person who called. He says the person who called. And when he put a the on them, T-H-E on them, meaning they are special to Allah. He knows them by name. He knows specifically who they are. And he knows exactly their need. Now here's the thing. The more important someone is, it's hard to get their time. It's hard to get their time. It must be a special time where you can talk to them. Because I can't just go up to the CEO and say, hey, I need to talk to you. I gotta get an appointment, you know? And they say, oh, the schedule is filled for the next 3 weeks. Come at this time, this time, this time. And so Allah Azza wa Jal, you know, fine, he will respond, but must be a good time to ask him. You know, he can't just answer. He's not waiting for my call. I'm supposed to be at his service. You know, he's not just 100% immediately the moment I call, he's gonna respond. Allah adds, إِذَا دَعَانِي. Whenever he calls me. Whenever he calls me. You know, people say, what's the special time to make dua? There are special times to make dua. But think about that. In your lowest moments, you and I, we commit sin. We make mistakes. And the moment you've made a mistake, you feel like you're furthest away from Allah. And at that moment, when you call on Allah, Allah still responds immediately. إِذَا دَعَانِ. Because that moment you called on Allah. This is Allah when he's mujib. This is Allah when he's qareeb, he's so close, and he's always ready and willing to respond. Think about this now. I'll give you an example to help you think about this. Sometimes, you know, soldiers go to war, and when they go to war, they give hugs to their mothers at the airport, and they're gone to war. And the mother is waiting for the son to come back, yeah? And she's telling her, talking to her friends, does she say, if my son comes back, I'll make his favorite cake? Or does she say, when my son comes back, I'll make him my favorite cake? If or when? When. Her love for him and her wait for him and her desire for him to come back is so strong, she will not say if. She says what? When. Allah did not say, I will respond to your dua if you call. He said, I will respond to your dua when you call, as if Allah is waiting for your dua. Allah is waiting for your dua, and his love for you and his closeness to you keeps him waiting for you to finally turn back to him. He's already spoken to you, now it's your turn to speak to him. Quran is him speaking to you, dua is you speaking to him. Idha da'an. And so Allah says, if you can do that, I'll do this for you. I'll respond to you immediately. But then, if I'm willing to do this much for you, I want something in return from you. Allah puts us in this ayah. He wants something in return from you and me for him being qareebun mujib. What does he want from us? He says, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Then at the very least, they should try to respond to me too. Just like you are asking Allah for something. You are asking Allah for health. I am asking Allah for peace. I am asking Allah for security. I am asking Allah to remove my problem. I am asking Allah to get me away from people that cause me harm. I am asking Allah to keep me away from the whisper of shaitan. I am asking Allah, I am asking Allah, I am asking Allah. Allah says, by the way, I've been asking you too. I'm asking you also. And you know what Allah said about himself? When you ask, how does he respond? Over time or immediately? Immediately. But he says, when I ask you, I don't expect you to respond immediately. Ala ya'lamu man khalaq. Doesn't he know who he created? He knows we're not like angels. We take our sweet time. We're weak. We forget. We have shortcomings. We get lazy. So he says, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. They should at least try to respond to me. Let me see in them the want of responding to me. Can I see in their hearts that they want to respond? How can you respond to someone you haven't even heard? It's impossible in any language. If say, hey, did you respond? Respond to what? I never heard anything. When Allah says, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, he's saying, listen to my Qur'an. Hear what I'm asking from you. And at least try to respond to me.
And when you try to respond to me, even before we listen to Allah's words, you know what we say to our shaitan comes to us? And what does he say? Quran's really hard. Quran's going to make your life difficult. Quran's going to put some burden on you. If you read Quran, then you're responsible. Better not read it, because if you read it, then you're really in trouble. You know? So it's better you don't know. Just listen to the recitation. It's a good thing you don't know Arabic, because if you heard what the imam said, man, you got to make some changes tonight. That's way too much trouble. Allah says, at the very least, you should try to respond to me. And then he says, "Wal yu'minu bi," and they should have faith in me. They should have faith in me that when Allah speaks to us, he doesn't speak to us because he's putting demands on us for his benefit. We put demands on Allah for our benefit. Allah puts demands on us for our benefit. Everything goes back to our benefit. In أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. If you're going to do your best, you will only be doing your best for your own benefit. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Whoever is going to struggle and work hard and try to come closer to Allah is only doing that struggle for his own benefit. Quran keeps saying that over and over again. And so Allah is telling us, if you respond, first of all, if Allah answers your dua, you benefit. And if you respond to Allah, you benefit. So just have faith that Allah is asking you to have faith. He doesn't want things to be hard for you. He wants things to be easy for you. Let him speak to you. Nobody cares more about you than he does. Nobody loves you more than he does. Nobody gives better advice to you than he does. Just listen to his advice. Just listen. It's for you. And it's an act of love from Allah. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ. Allah wants things to be easy for you. That's his agenda. That's why he gave you this book. And so he says, فَلْيُؤْمِنُوا بِي. And finally he says, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. And this is what I end with. This is the explanation of what it means that Allah is Mujib. He says, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. So they may be set on the straight course. And what does that mean? That means we in life have a lot of different turns and twists. We have a lot of problems that come in life that throw us off. And Allah Azza wa Jalla says, if you can respond to me, no matter how strong the winds are, no matter how bad the weather is, no matter how difficult the road is, no matter how many challenges there are in front of you, I will make sure you keep going on the right road. You won't fall off the road. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hopefully they will stay on the right track. All of that depends on us calling on Allah. Us believing that Allah is the one who responds. Us believing that Allah is Mujib. The du'as are endless this month. This is the last thing I share with you. The du'as are endless this month. You and I have to ask Allah for anything we want. Anything we want. But you have to have hope in Allah. You cannot ask Allah and say, you know, I'm pretty sure you're not going to answer this one, but I'm going to ask anyway. You know, sometimes people make du'a into like, you know, well, I know I didn't study for the exam, and I'm pretty sure I'm going to fail, but I guess it's time for du'a now. So the idea is, dua is like an insurance policy, maybe like a lottery, maybe it'll work. Oh my God, it worked. But in your head, you actually believe that dua is not going to work. That dua is not going to work. Dua will not work if the one who calls doesn't believe. That's why at the end Allah says, respond to me and have faith in me. Have real, genuine faith in Allah. Your circumstances can be the most impossible, but that's the same Allah that makes a fire cool. That's the same Allah that makes the water part. That's the same Allah that puts young men to sleep for 300 years. That's the same Allah that bends the rays of the sun so they don't touch them. This is Allah. He can change. He's the owner of reality. He's the owner of reality. That's the same Allah who can put a prophet to death for 100 years and bring him back to life. ثُمَّ بَعَثَ. That's Allah. That's the Allah. That's not a different God. That's the same God we're calling on. That's the same Allah we're calling on. The all-powerful one. The one who can respond with anything. The one who can change any reality. The one who can change any circumstance. The one who can give you strength to the most impossible things. You and I don't possess the strength to deal with our problems. That strength can only come from Allah Azza wa Jal. And it will not come until you beg Him. Until you turn to Him. Until you and I acknowledge our weakness. Ya Allah, I can't. I am not capable. I am da'if. Da'uf al-talib. Wal-matlub. What I want is weak, and I am weak. You're the only one who's strong. You are the one who will respond to me and give me strength. May Allah Azza wa Jal make us people of dua and give us strength.
Give us the strength and the guidance and the commitment that we need more than anything else. May Allah accept the du'as of our forgiveness and du'as for our guidance and du'as for our protection and du'as for the future of our children. May Allah Azza wa Jal make all of us people whose du'as are never just on the tongue and they're always stem from the heart. And may Allah Azza wa Jal finally make us a people who respond, or at least try to respond to Allah the way He wants us to. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته